ايه رأيك؟ عاجب؟ ايه اللي تعجبي؟ ده الكمبيوتر ده اختراع عجيب، ده كله حقيقي، لحم ودمه وشعره مش قوي كده. انا ما عنديش حاجة عايرة، كله خلقة ربنا. اوعى تكون مستعجل، كلمني عن نفسك شوية الأول، خد وجه معايا كده في الكلام، خليك عشرة عشان ناخد على بعض في الأول. طب ايه رأيك ما تبتدي الأول وتديني فكرة عنك؟ أنا زي ما أنت شايفني، اوعى تكون فاكرني ماشية في السكة البطالة. أمال يعني من غير مؤاخذة ماشية في سكة اللي روحه وما رجعش؟ لا يا حبة عيني، أنا بشتغل عشان أكون نفسي وبس، وبنقي وبختار، وبعدين أنا صاحبة مزاج. دي البنت من سن 17 سنة بتطلب الحلال، وأنا بقى عمري 30 سنة، والجواز بقى سوقه يصعب على الكافر، فيه ركود وكساء. أعمل إيه؟ أنقع نفسي في المية الساعة؟ ما ينفعش. حضن الراجل ملوش مثيل. طب دي الستات الغنية والمتريشة بيصرفوا دم قلبهم على الرجال، احنا بقى الغلابة ما عندناش فلوس نبقشش بيها على الرجال، على الاقل اللي عايزنا يدفع لنا. يعني انت بتحوش المهر؟ لو انت الصادق، انا بحوش حصتي في الجهاز وعفش البيت، ويا سلام يا سلام بقى لو ربنا اكرمني وقدرت اشتري شقة، هي دي اللي تجيب العريس تحت رجليا. كلمني انت بقى عن نفسك شوية، انت شكلك كده محيرني. محيرك في ايه بقى؟ عايش تغيير هيئتك، عايش في عز ونعيم زي البهوات، بس من جواك مش بيه، زي ما يكون كده في حاجة تعباك، ما انتش مظبوط. لو انا غلطانة قولي قليلة الادب، ولو انا صح قول لي اسم الله عليكي. انا خارج من السجن. يا نيلك، محبوس كام سنه؟ كانت تأبيده. وحياة امك ما هتلمسني، قاتل ولا جاسوس ولا بتاع بودره؟ لا قاتل ولا جاسوس ولا بتاع بودره، ده انا ما ينفعش حتى ابقى بتاع سميد. ومن سجنوك ليه يا اسم النبي حارس؟ اهو في ناس بتسجننا عشان الدنيا تبقى ليهم وبس، يسجنونا ويبرطعوا هم. ابوس؟ تقدر، بس اوعى تكون مبلبح حاجه، انا احب الراجل كده يبقى خفيف خفيف. ريشه طايره هتشوفي دلوقتي، ريشه طايره. ابوس؟ ما قلت لك تقدر. بس بقيت في النور، ما بشوفش بالضلمه. انت عايز تشوف ايه؟ اشوفك انت، ده انا بقالي 20 سنه ما شفتش واحده عريانه. يا ده انت جايه بعد شوقه طويله عشان خاطرك انت بس. بس انا شغلي كله بيبقى في الضلمه، الضلمه دي تحس بلاوي كتير. يا اخويا بالراحه، يا اصبر طب شويه. زي ما تكون كده ما انبسطتش يعني. يعني مش مهم انا، يعني المهم انت. يعني اذا كان علي انا، انا كنت مبسوطة على الاخر. انت ما شاء الله عليك الصراحة، يعني
مية مية يعني فل. أقول لك إيه؟ إيه رأيك يعني إذا كان ممكن يعني من غير مؤاخذة يعني ما هو بس لو تقول لي أنت نفسك في إيه؟ حط رجل على رجل بس كده. ارفع لي كودلة شوية. ممكن بقى لا الشراب ولزومه ايه بقى اللي انت عملته ده؟ ما انت كنت كويس معايا وزي الفل. يعني 20 سنة على ده الحال غصبا عني، وزي الناس ما بتقول الطبع يغلب التطبع. بس انا اقدر اطبعك على الطبيعي. ايه دول؟ اكرامية. سجاير؟ ايه؟ قالوا لك عليا فاتحة كشك سجاير؟ لا دي مش سجاير، دي فلوس. اه فلوس، لا مؤاخذة دي فلوس السجل. اه دي